ايش بعد؟ هلا والله جايز خليك قديش يا جماعه قاعد بنزل فيديوهات الفتره ايش الوضع؟ اشتقت للتصويت ومو فاهمين كنت في البيت برجف يا جماعه برجف هيك بدي اصور الحمد لله الحمد لله صحتي صارت احسن هيني باك اليوم بدنا نعمل تحدي ضحك امانه لا تفشلوني يا جماعه طلبت منكم انتم على الانستغرام تحطوا لي فيديوهات بتضحك على هاشتاج ضحك ابو الرب فإذا انت حابب تشارك في كل محتواي بالعادة تابعني على الانستغرام اوه خلينا نشوف شطارتكم خليه يغني انجليزي بشرفك واتر نيم ايش واتر نيم ايوه يعني ايش يعني اوكيشن ايش روح 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 انجليزي واتر نيم يس يعني انا اوكيشن ايوه غيره هاي عشوائيه مش ايكوال ضحك مو لازم ضحك صفر من 10 هذا اول شيء بلشنا فيه كنت والله داخل مبسوط كل واحد بيحكي علي ياكل خ ويرجع يا ورا اوكي ها. كل انسان ها اللي بيحكي علي بياكل خ ويرجع ورا كنا مره وكنا زلمه اللي بعده كل خ يرجع يا ورا اللي بعده كل خ يرجع يا ورا قرب جرب قرب جرب كل خ يرجع يا ورا بس هاي الناس السيئه يلي عم بصوا حاله فهمانين على قندرتي والله ما عندي قدره حتى تصوا علي فهمانين اوف كل خ رجعوا يا وراء عليكم هاي الناس السيئين ها واو قرب جرب كل رجع يا وراء كل رجع يا وراء احا بسم الله خالته انت كويسة اوكي مصدوم مصدوم الصراحه لماذا يحتفلون كوكوهم دار دورة كره حول الشمس خطوا لك انهم اغبياء جدا حلو لا ممتاز ادائنا اليوم ادائنا مش يا رب نلاقي فيديوهات بتضحك تعبنا احتفال بسوريا برقص سله تحدينا اليوم اذا بتضحك اذا بتضحك بتموت انا زي ما بتعرف كنت مريض فهسا اذا بضحك بصير اقوح كثير المهم قايا اخواني في سوريا انتوا تمام ايش قاعد بصير ايه العاب ناريه اوكي عم بحاول يسكر الثلاجه بس مو ظابطه معه اوكي في اشي عالق لا ما بضحك ايش تحدي الضحك اللي بدي صبدي عيط اوكي كلاب الكلاب بيضحكوا يا جماعه الكلاب بيضحك ايش ماله هذا غبي اوكي حبيت برو الكلاب كيوت عشان كنت صاحبي مع دوكات الزغلول دي دول دي عرض برو طلع قاعد بيضحك ما بيضحك. يا ماما يا بابا ما بضحك ما بضحك ايس كريم ايس بخيل في اداء في اداء اداء ضعيف لكن موجود دلوقتي احنا هنعمل تجربه عن الكمامه بالولاعه هنشوف اذا كانت الكمامه بتسرب ولا مش بتسرب والله اقسم بالله قاعد استنى يولعها ما مثلا تولع في وجهه او شيء نزلت غاز على راسه لما احاول اربي ابن اختي انت لا ما فيش حد مالي عينك ها اوه هتعملها تاني هاي ما والله ضحكني اوكي ما حسيت شيء كويس شفت هذا ما بضحك خربيته شو غبي نزل راس يا جماعه راس نزل راس في المي حبايبي طول عمركم بالخاص انت كويس انت اوكي انت تحديات الضحك تبعتك غريب برو الجمل نطق الشهادة يا اخوانا اللي في
انا يا حرام الله يحط حد مكانه هذول اللي فوق الجمل. الكبير حبيب الام، الصغير حبيب الاب، الوسطاني اليهودي من بني قريضه. لايك كثير صح عمر هيك بالعيله بتحسه هيك مش فارق مع احد هيك عامل هيك. هذا فيديو بضحك؟ ليه؟ ليه في فيديوهات حب وقصص يا أخي؟ هذه هي آخر مرة سأكتب عنك، دمت في جهنم، دمت في جهنم. الله يعطيك العافية عمي ما بضحك، أنت عايز تضحك شو قاعد تنزل الهاشتاج تبعي؟ هاشتاج ميمز العرب، أوه هاشتاج أبو فلة، هاشتاج ميمز، هاشتاج ضحك أبو الرب. هي أنت فاهم الموضوع غلط، أنت ما بتجيب لايكات زي هيك. أوه معلش لخبطت، معلش أنا آسف. عصرية جايز من فضلك قرب الهاتف لوجهك. اوكي بقرب وجهي للشاشة. ممكن انت بتسوي لحد رقم 3 على الوجه هذا جايف. طيب زي ما شفت ارتفع وجهي من هذا الحساب، شكرا يا جماعة. استخدموا هاشتاج ضحك هيك طلع هاشتاج ضحك اندسكور ابو الرب، استخدموها عشان تطلعوا بالفيديو. عبد الله وراشد في تحدي جديد، منو حاب يشارك معنا؟ في جوائز. تعال تعال راشد وقف هنا، شبك يدينك مع بعض كأنك توك صاحي من النوم كذا مدها. يا سلام، يقولوا انت مسوي هذه الحركه ما يمديك تشوف كعب رجلك من ورا. تتحدى؟ يلا 1 2 3 ياي. ربنا لك ما تنزله وقتها تضحك، سكر فمك. طيب تعرفين احنا تحدي ضحك في هاشتاج ضحك ابو الرب عشان تشارك. في حدا حط هاي الهاشتاج صورة برهوم مع قلوب حب. واو صحيح الاشي ما ضحكني بس ما اندمت. ايش هذي برهوم؟ ايش الجمال؟ واو ساعد ساعد ساعد. لحم الحمام حلال ولحم الحمار حرام. لحم الحمار حرام. لحم الحمام حلال. لحم الحمار حرام. لحم الحمام حلال ولحم الحمار حرام. لحم الحمام حلال ولحم الحمار حرام. لحم الحلال حرام. حلو حلو هذا الفيديو. ما تبطل يا ودن وحد الله ثبتها اقولك انا كلت الكوب استغفر الله. طيب يا جماعه هذا كان الفيديو اليوم، هاي الهاشتاج نزل عليه حط لك عليه شغله وشارك معنا في هالفيديوهات. اذا انت مو مشترك اشترك قناه اللعيب. شوفك عم بتجاوب حوش. يلا بيس. يا اغنية التعليقات حنختار تعليق عشوائي هلا هو تعليق عشوائي فلا تزعلوا تعليق من الفيديو الماضي.